الحديث أكثر عن الملف ينضم إلينا عبر سكايب من الولايات المتحدة عضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب والبروفيسور في القانون الدولي جابرييل سوما. أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. يعني بداية، ما هي دلالات محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، وخاصة يعني أن هناك اتهامات وجهت إلى الرئيس بايدن؟ تفضل. أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. لا شك بأن ترامب يعني الرعاية الإلهية هي التي أنقذته مما حدث مساء أمس، لأنه ربما أقل من سنتيمتر لو كان اتجاهه كانت قاتلة. لماذا حصل ذلك؟ ومن هو وراء هذه الجريمة؟ إلى الآن لا نعرف، ولكن التحقيقات في المستقبل سوف تشير إلى ذلك. أعطونا اسم الشخص الذي قام بهذا العمل، وهو يبدو بأنه اسم أمريكي، لذلك سوف ننتظر ما يحصل. ولكن في جميع الأحوال هناك انتقادات للرئيس بايدن، لأنه في خطاباته وفي تصريحاته دائما يقول بأنني سأعمل كل ما بوسعي بأن لا يصل ترامب إلى البيت الأبيض، لأنه فاشي، لأنه استبدادي، ويجب يعني عزله بأي ثمن ممكن. هكذا خطاب يؤدي إلى محاولة اغتيال، وأعتقد أن هذا الشخص تأثر بهذه الكلمات. طيب، يعني هل ستؤثر الحادثة على ترشح أو ترشيح ترامب الرئاسي، وخاصة مع حاجة ترامب إلى المؤتمرات الانتخابية يعني في الفترة القادمة؟ هو لا شك صرح بأنه سوف يحضر الكونفنشن للحزب الجمهوري الذي يبدأ نهار غد، وسوف يلقي خطابا. ولكن كما تعلم المجتمع الأمريكي منقسم إلى فئتين تقريبا متساويتين. استطلاعات الرأي يوم السبت صباحا كانت تقول بأن ترامب سوف يفوز على خصمه بفارق نقطة أو نقطتين. لذلك من يقرر نتيجة هذه الانتخابات هم المستقلون، وأعتقد يبدو بأن المستقلين في الوقت الحاضر يميلون نحو تأييد الرئيس ترامب. طيب، يعني هل هناك مناظرة قادمة بين بايدن وترامب، وخصوصا يعني الترجيحات الأخيرة تشير إلى تقدم يعني ترامب على بايدن؟ وإذا كان التقدم كبيرا وإذا أشارت استطلاعات الرأي بأنه سوف يفوز على بايدن، لا أعتقد بأنه سوف تكون مناظرة ثانية، ولكن بالنتيجة تعتمد الأمور على كيف سوف يكون الوضع في غضون الأسابيع القادمة أو الشهر شهرين القادمين. نعم. بايدن يريد مناظرة أخرى في شهر سبتمبر، ولكن إلى الآن لم يتحدد موعد، والرئيس ترامب غير مستعجل لإجراء مناظرة في الوقت الحاضر. نعم، عضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب الأستاذ جابرييل سوما كنت معنا وعلى الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.